الأم والأب. طيب هل يعذر الشخص؟ لا دخلونا أساس سؤال. معليش شباب، سؤال بسيط. الآن بعد ما يبلغ الولد هذا ويكبر ويصير عاقل، وهو على ذات الطبع، أين يقلد أخواته ولا يقلد البنات؟ أين يعتبر يا دكتور معذور؟ أعلمك شو المعذور ولا لا؟ هو ما هو معذور، لكن سلوكه تشكلت على الخطأ، ما يقدر يغيره، ما يتخلص. لأنك أنت إذا أنا شكلك، مثلا عندنا شيء اسمه تشكيل السلوك، أزرع فيك سلوك معين لين تجاوز 15 فيصير عندك اضطراب في المسلك، أثبت المسلك على حاجة معينة. ترى التطبع والطبيعة ما تنزال، أين ما تزال الطبيعة ما تزال، لا إله خلاص صارت أصبح جزء من شخصيتك اللي هو المول. العلاج النفسي دكتور؟ كل اللي نتكلم عنها له علاج، لكن على حسب العمر. لا علاج الا البخيل خبيث. لا البخيل ما له علاج، البخيل ما له علاج الا انك توزع ورثه وهو حي اساسا، علشان يعرف البخيل اساسا مريض، ما مريض البخيل.